بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. نحن دائما نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يذكر، فهل عندما يذكر الأنبياء بشكل عام شيخ صالح هل يرد صلاة وسلام عليهم؟ يرد عليهم السلام. لو قال الإنسان صلى الله عليه وسلم صح، لكن الله قال وسلام على المرسلين، وقال وسلام على عباده الذين اصطفى. فإذا ذكر الأنبياء الأكمل أن يقال في النبي مثلا عيسى عليه السلام، وفي حق نبينا صلى الله عليه وسلم تذكر الصلاة والسلام، الصلاة والسلام، لأن الله قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأكد السلام بتسليم المفعول المطلق، ولم يؤكد الصلاة بشيء، لا لشيء، لكنه هذا أسلوب القرآن، لما قدم الصلاة اكتفى بالتقديم كعلو، ولما أخر السلام أكده بالمفعول المطلق فاستوى الأمر. واضح يعني، فاستوى الأمر يعني قدم الصلاة فجعل في تقديمها علوا لها لأنه بدأ بها، والسلام لما أخر وحتى لا يفهم أنه أقل من الصلاة جاء به مؤكدا، جاء أكده بالمفعول المطلق وسلموا تسليم.